واتلعبت مقاولين. ابو راضي وفي صفاره من الحكم محمد داوود. ياخدها على قطاها وبتتلعب عكسية حلوة 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 على يمين إيهاب جلال، لكن عصام ربيع بيقطعها وبيلعبها ناحية اليمين وبيمشي ماشي بيها ماشي، وفي صفارة من الحكم وتتلعب على طول لمحمد سعد. محمد سعد بيلعبها برجله الشمال حلوة، مين ينط؟ مفيش حد، ايه الجول اللي بينط؟ يلعبها برجله الشمال ولعبها لقدام ما دخلتش المنطقة، حلوة 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 جميلة. محمد سعد ماشي، محمد سعد ماشي يحاول 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 يرقص، وفعلا رقص ونجح وعدى برجله الشمال حلوة. يا خسارة يا خسارة يا خسارة، معلش الجيات أكتر من الرايحات. أنا بتكلم مش الكلام ده للنادي الأهلي بس، أنا بتكلم عموما. وطارق خليل، وطارق خليل ماشي، طارق خليل الحقيقة بيمتاز بسرعته وسرعة بديهته كمهاجم. شوف نط مع الكرة ازاي عشان عامل حساب ان هو هيرجعها له، دخلت فيه حلوة حلوة بدماغه، حلوة 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 على يمين أحمد صابر، وتروح لمصطفى صادق اللي بيلعبها 1 2 مع حمدة برادي الباك. حلوة يا إيهاب جلال، حلوة يا إيهاب وحلوة من أبو راضي، وبتتلعب لقدام لطارق بيلعبها لمحمد سعد، محمد سعد بيلمها وبيموه بجسمه وبيلعبها لقدام واطية ويخطئ يلحقها جول، لكن ما يلحقهاش. بيلعب الكورة وبيطلعها على طول في الحتة اللي هو عايزها، وبتتلعب عرض الملعب ويطلعها كورنر الناحية التانية، وبيلعبها ناحية الشمال وإيهاب جلال يمد رجله ويصدها حلوة، وبيلعبها بياخدها على صدره ومرعي وبيشوطها وحشة، وبتتلعب على طول وبرجله الشمال بيلعبها لقدام ويصفر الحكم بانتهاء الشوط الأول بين المقاولين والأهلي، والنتيجة التعادل السلبي بدون أهداف. حصلش تغيير في النادي الأهلي، لكن حصل تغيير في نادي حصل في النادي الأهلي حصل تغيير واحد، وفي نادي المقاولين ما حصلش تغيير. وبيطلعها صالح حمادة صدقي، حمادة صدقي عمرو أنور، عمرو أنور ده السيد لعبد الجليل ما ياخدهاش، يحلق عليها على طول أحمد سعيد يقطعها ويلعبها لمحمد حشيش اللي بيحرسها، ومحمد سعد لعمرو أنور وبيعليها حلوة، مين يحط بدماغه والجول نط حلوة، وبرج الشمال جوه المنطقة حلوة، وفي صفارة من الحكم ولعبها حلوة جميلة. عبد الجليل ويخش صابر بدماغه، حمادة صدقي لعبها حلوة المساحة الفاضية عشان يديك، وبتتلعب يا السيد يلمها وفعلا لمها وعملها الاوفر، مين بدماغه ومين الجول، وحلوة حلوة حلوة احمد صابر ماشي. عصام هو بيلعبها لقدام عبد الجليل، عبد الجليل ماشي ماشي عبد الجليل ماشي عبد الجليل برأس وعدى ويديها لعمرو، عمرو ماشي جوه المنطقة حلوة، وأحمد صابر وحمد أبو راضي ماشي وبيلعبها لإيهاب جلال، ما كانش متوقعها ولحقها على الآخر، هيرقص ما رقصش ودى لقدام حلوة طارق خليل، طارق خليل ماشي وسريع وبيرقص وبيرقص وبرجله الشمال حلوة بعرض الملعب، وأحمد صابر ماشي بعرض الملعب ماشي بيلعبها وبيشوط من بعيد حلوة، شوطها حلوة 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 لسيد حسن تاني، وان تو لزيزو، زيزو لسه نازل اهوت هيشوط وشاط، شوطة وحشة على يمين إيهاب جلال،
وبتتصد. وعبد الجليل، عبد الجليل بيلعبها لقدام، حلوه لطارق خليل، وطارق خليل بيلعبها لقدام. ويطلع على طول محمد حشيش. محمد حشيش نادي المقاولين، برضه صمام الامن في نادي المقاولين. تلعب على طول لقدام طارق خليل على صدره، هو بياخدها وبدماغه حلوه وماشي، ولعب رجله الشمال فين لعبها. في الاستاد، في الاستادات ال 12 او في المدن ال 12 اللي هتلعب فيها النهائي. ميدو شاط شوطه حلوه 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 حلوه، احمد صابر يطلعها على يمينه جنب القائم اليمين وياخد ركله ركنيه. عمرو انور ماشي 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 ماشي، هيشوط شاط حلوه 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 حلوه، مشوطه حلوه. وفات دقيقتين من الوقت بدل الضايع، ولا زالت النتيجة التعادل بدون أهداف. ويلعبها لقدام عمرو أنور وياخدها، ومحمود صالح بيحلق بيحلق بيحلق، وياخد المقاولين ضربة حرة مباشرة. ويصفر الحكم بانتهاء الشوط الثاني والمباراة بالتعادل السلبي بدون اهداف او 0-0. هو اللي يشوط او حسب ما يقول، اللي يكسب التوس حسب ما يقول الحكم. طارق ويحطها وشاط على يمين ايهاب جلال، ويحطها على شمال ويصدها ايهاب ميدو ويحطها جول جول جول. ميدو جوه جول ويحطها جول على شمال احمد صابر، وشاط وبيطلع بره بره بره، يبقى حطها بره، يبقى من اربعه حتى اتنين، والنادي الاهلي من اربعه حتى اربعه، يبقى بكده النادي الاهلي يفوز، لان لو اتشاطت الكوره الخامسه ليس لها قيمه. وكده نقول مبروك للنادي الاهلي وهارد لك وحظ احسن.